أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة ما يقال السلف أحكم والخلف أعلم؟ هذا خطأ، هذا خطأ، وقد بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، هذا خطأ وضلال، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فإنها على العكس. نعم.